السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ معكم طه جيم كروك. اليوم جاكم معي لعبة بريزنت اركيد، اللي هي هندسة السجون، قريبة باللعبة من سيم سيتي. بس هذه اللعبة الله بصلها اسمها انك تسوي هندسة سجون او تسوي سجن. فشوف بعد حطيت رابط في الديسكريبشن. كل في حاجة بقول ثاني، انه كل العاب بنزلها شروحات تحميل الالعاب على هذا النمط، انا بكون حاط رابط في الديسكريبشن بيطلع الصفحة هذه. طيب وتسوي داونلود. اوكي جاك الرابط. خليني اخذ من ذا. اوكي بعد ما تخلص تعمل يجيك الرابط ذا، فتضغط عليه. لا انا طبعا محمله، حجب لعبه 113 ميجا بايت، يعني مره قليله، يعني مره خفيفه. طبعا بعد تخلص تحميل يجيك الملف ذا، بس ما يجيك ملفات. فك الضغط على هذولا ان شاء الله ما يطول. اوكي بس وشكلها اللعبة ما يبغى لها سيت اب. خليني اجرب. والله شكله ما في سيت اب، فكويس. اوه اشتغلت اللعبة، بس انتم ما تشوفوه عشان هذا البرنامج مو حق تسجيل الالعاب. فاللعبة زي ما انت شايفين محتاجة. هذا اخر تحديث اظن انه هذا اخر تحديث. اللعبة انا شغالة معاي الان. خليني اخرج. اوكي والله اشتغلت معي والله. اي والله. بس هذه اللعبة بخرج انا. اكيد انتم انكم شايفين اللعبة جوا، لانه هذا برنامج تسجل فيه، مو برنامج تسجيل حق العاب، برنامج تصوير الشاشة بس. فبس هذا هو الفيديو بتاع اليوم. مره سهل زي ما انت شايف، انه نجيب الرابط. 113 ميجا بايت، لعبه جدا جدا ممتعه ادمانيه. تسحب زي كذا، تسحبهم كلهم مع بعض لازم، عشان ايش يعني البرامج اللي حواليه. فبس هذا الفيديو بتاع اليوم، لا تنسى اللايك والاشتراك وبس. السلام عليكم.